All I got is so bad, man. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ديد ريدمشن 2 زلهب. طبعا في مقطع اليوم يعني مقطع غريب جدا، نقدر نقول انها بداية المودات ومودات ريد ديد ريدمشن 2. وفي مقطعنا لليوم راح نشوف عصابة داتش يداهمون جميع الاماكن، راح نشوف عصابة داتش يروحون لسجن السيسيكا، راح نشوف عصابة داتش يداهمون بلاك ووتر وغيرها من اللقطات رهيبة جدا. بكل بساطة راح نخلي عصابة دوتش يستكشفون الماب وعالم ريد ديد ريدمشن 2 مع آرثر مورغان بطريقة رهيبة جدا. فيلا نخش في المقطع. اولا عصابة داتش يعني من اقوى العصابات في عام 1899، ومن الطبيعي جدا انها تهاجم سجن السيسيكا في عالم ريد ديد ريدمشن 2 وتعث في المنطقة فسادا، وصراحة راح تشوفون دمار شامل من قبل العصابة الاسطورية. Jose, how are you? Why have you got that bandana on right now? Mood seems pretty good around here. It does. Lenny. You heading off on a job? I'm free if you need me. You got a good head on your shoulders. I do. There he is. If that bandana means a robbery, please fill me in first. You think you're doing here? Get the hell on out of here. Oh, it... Behind you!
زي ما شفتوا فعلا عصابة داتش ما ترحم، ولو حطت اي احد في راسها راح تمحيه من الوجود تماما، زي ما شفتوا بخطط جهنمية داتش وارثر مورغان والبقية قدروا انهم يوصلون لسجن السيسكا، وزي ما شفتوا دمروا الشرطة بشكل كامل وخلوا المنطقة في حالة قوارئ. طبعا في شيء جذب انتباهي جدا، لو لاحظتوا جون مورستن قاعد يسبح. نعم جون مورستن اللي ما يعرف يسبح صار يسبح ومعلم، وراح من سان دينيس الى السيسكا او سجن السيسكا سباحة، يعني ارثر مورغان علم جون مورستن كيف يسبح. طبعا بلاك ووتر هي المنطقة المحرمة على عصابة داتش فندرليند، ومن المستحيل انه احد افرادها يخشها لحاله، لكن زي ما الكل يعرف الكثرة تغلب الشجاعة، فمن الطبيعي جدا انك تشوف عصابة داتش العظيمة تداهم بلاك ووتر وتدمرها تدمير. عصابة كولم أوردريسكول واحدة من أكبر أعداء عصابة داتش فندرليند، ودائما الأوردريسكولز دائما يهاجمون عصابة داتش، بينما في المقابل عصابة داتش ما يهاجمون الأوردريسكول. فإيش راح يصير لو عصابة داتش فندرليند وآرثر مورغان والعيال وجون مورستين يهاجمون أحد مخيمات عصابة الأوردريسكول؟ All the rest of you do it. Beg your pardon, Mrs. Adler. Easy there. You recovered? Yeah, apart from a little pride, maybe. You sound like you've given up. I don't know. Maybe I have.
No. We gotta see this through, John. You are the creepiest man I know. What, you think that bandana makes you tough? And probably the nastiest. What are you talking about now? زي ما شفتوا طبيعي جدا أقوى عصابة في عام 1899 من الطبيعي جدا إنها تدمر عصابة الأوردريسكول، وزي ما شفتوا يعني صفوهم تماما وقاعدين يلوتون. مايكا ينتقل من جثة لجثة ويلوت 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 كالبلوت مايكا بيل. طيب هذا هو مقطعنا لليوم، يعني فيلو إيش رح يصير لو مع بعض المودات، أو نقدر نقول بداية مودات Red Dead Redemption 2. وزي ما قلنا سابقا Red Dead Redemption راح تنزل على البي سي وراح نغطيها بشكل كامل، وراح نشوف جميع المودات اللي راح تنزل وننزل عنها بشكل كامل يا الهبين. طيب شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن مقطعنا اليوم، هل في سلبيات هل في إيجابيات، وش أكثر لقطة عجبتكم؟ بالنسبة لي لما العصابة داهمت بلاك ووتر شيء عظيم جدا ومنتظر. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هد من داتش يدمركم. ها يلا سلام عليكم.